حياكم الله مشاهدينا من جديد ومستمرين معاكم في صباح الشارقة. مشاهدينا، معرض الشارقة الدول الكتاب هو وجهة لكل عشاق الكتب والأشخاص الذين يعشقون القراءة بمختلف اللغات، خاصة أن معرض الشارقة الدول الكتاب يوفر عدد من الأجنحة لمختلف الجنسيات. هي أيضا وجهة لكل الكتاب والأدباء الذين يرغبون بالتعريف أكثر عن إصداراتهم. ومعنا في الاستوديو الناشر والكاتب محمد مهران مصطفى من ثقافة بلا حدود حتى يحدثنا أكثر عن فيتامين السعادة. صباح الخير أستاذ محمد، حياك الله معنا في صباح الشارقة. حياكم الله وصباح السعادة والخيرات من شارقة العلم والثقافة. الله يكرمك إن شاء الله. طبعا أنا في إيدي كتاب اسمه فيتامين السعادة، يعني إحنا لما قرينا العنوان افتكرنا أن مثلا أكيد عقار أو مثلا دواء معين نتناوله في لحظة واحدة ممكن نكون سعداء، لكن أكيد بما يحتوي هذا الكتاب من أسرار السعادة. طبعا الأستاذ والكاتب محمد مهران مؤلف هذا الكتاب. لو تحدثنا في البداية أستاذ يعني عن هذا الكتاب ومشاركتكم في هذه أو في هذا المعرض. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أوجه كل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله ورعاه وجميع القائمين على فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب على هذا الجهد المتميز المبدع في عمل القراءة لإخراج هذا العرس الثقافي بهذه الطريقة المبدعة والممتازة. كما أشكر تلفزيون الشارقة ومؤسسة الشارقة للإعلام على هذه التغطية المبدعة صراحة المتميزة في كل لجميع فعاليات معرض الكتاب. في الحقيقة بدأت فكرة تأليف الكتاب معي مع إطلاق دولة الإمارات العربية الحبيبة أول وزارة سعادة في العالم. نعم. فحببت يعني حفز عندي لأنا ككاتب مؤلف مادة إسلامية أن أخرج مادة إسلامية تخدم فكرة السعادة. فالمادة الإسلامية صحيح موجودة في الكتب والمصادر والمراجع الأخلاق والأداب والسلوك الإسلامية. صحيح. وهي في الحقيقة إذا نفس الإنسان تحقق سعادته وتحقق سعادة من حوله. نعم. فأحببت أن أنا أعرض هذه المادة بطريقة مشوقة وبطريقة حديثة. نعم. تجمع السلوك والأداب الإسلامية بطريقة منتظمة. نعم. جميل. الكثير من الكتب تتحدث عن الأخلاق الإسلامية وعن يعني سهولة تطبيقها في حياتنا وكيف أنها ممكن تكون مصدر راحة وسعادة، لكن شو اللي يميز فيتامين السعادة عن باقي هذه الكتب؟ صحيح. أولاً اللي يميز فيتامين السعادة اسم الكتاب نفسه. نعم. ففيتامين السعادة يعني الكلمة نفسها يعني جديدة في العرض. فمادة الأخلاق والأداب والسلوك الإسلامية موجودة كما تحدثت في الكتب والمصادر، لكن هي طريقة العرض الحديثة. فالكتاب يعني منظم على طريقة فيتامينات ثلاث: فيتامين صاد، فيتامين سين، وفيتامين ألف. ففيتامين صاد جمع المادة الإسلامية الموجودة في الأخلاق والسلوك التي تجمعها حرف الصاد. نعم. يعني الصبر، الصفح، الصوم، الصلاة، صلة الأرحام، الصلاة على النبي، الصدق. نعم. الصدقة، هذه الأشياء. بعد كده فيتامين سين أيضا على إثر فيتامين صاد جمع الأشياء الأداب والأخلاق والسلوك الإسلامي التي تجمعها حرف السين، مثل الستر والسماحة والسلام والسياحة والسفر. نعم. وهذه القبيل. أيضا فيتامين ألف جمع الأشياء في الأداب والأخلاق الإسلامية لتجمع حرف الألف مثل الإخلاص والإيثار والاجتماع والاستخارة والاستعاذة على هذا القبيل. نعم. حتى أن إخراج الكتاب ما شاء الله يعني موفق في إخراجه وفي تصميمه، على أن الثلاث فيتامينات يجمعهم بطريقة التفاحات الثلاث. نعم. التفاح الأخضر والأصفر. نعم. والأحمر. فكل فيتامين أخذ صبغة معينة من التفاحات في إخراج وتصميمه. نعم. احنا نشاهد هنا ثلاث فيتامينات. اي نعم. الخلطة السرية لكتاب فيتامين السعادة اذا صح التعبير. يعني فلابد ان الاخراج. نعم. والتصميم وطريقة الكتاب تسعد الانسان يعني. طبعا مهمة. نعم. جدا في يعني في جذب القارئ، خاصة ان يعني الشخص لأول مرة فقط يلتفت الى العنوان، الى طريقة الاخراج، الى. نعم. الالوان. صحيح. هذا ما يجذبه، بعدين ممكن انه يتعمق اكثر في المضمون. نعم. يعني احنا اذا ما بنتكلم عن السعادة وفيتامين السعادة اليوم، يعني كتاب مثل هذا يعني تأثيره اليوم في مسألة علاقة السعادة مع الدين، يعني. نعم. اليوم كيف احنا نحيا حياة سعيدة. صحيح. من خلال يعني الدين. هناك للأسف في أفكار قد تتداخل. صحيح. يعني أن الدين هو يعني الجدية، والدين هو يعني مثلا. نعم. التشدد في بعض مسائل الدين. اليوم كيف يعني فيتامين السعادة نقدر نحن من خلال الكتاب هذا ومن خلال الفكر مثلا الوعي والإدراك احنا فعلا نعيش في سعادة مع ظل وجود القيم الإسلامية اليوم. صحيح. في 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 عصرنا هذا اللي ما شاء الله يعني. صحيح. انتم كما تنظرون يعني او تشاهدون. نعم. علم التقنيات والتكنولوجيا والناس منشغلين بدرجة كبيرة يعني. نعم.
في الحقيقة سؤال ممتاز أحييك عليه. إن الـ يعني السعادة مطلب إنساني، ويعني مطلب ومطلب أساسي لتحقيقه الفرد والأسرة والمجتمع. كثير من الناس يرى السعادة في جمع المال أو السعادة في شيء معين في الحياة، لكن الكتاب يرصد أن الدين نفسه الإسلامي والأخلاق الإسلامية والأداب الإسلامية والسلوك الإسلامي هو نفسه القوة الدافعة للسعادة. صحيح. إذا ما كانش الدين عند الإنسان، إذا لم يكن الدين عند الإنسان هو مصدر السعادة بالضبط. فالدين يعني لا يغير حياته إلى السعادة التي نرجوها في فهو الكتاب يعرض السعادة بطريقة حديثة، يعني يخدم فكرة السعادة المطروحة على الساحة الحين وعلى في العالم أجمع بإطلاق أول وزارة السعادة في الإمارات العربية الحبيبة المتحدة. فالكتاب يعرض الأداب والأخلاق الإسلامية بطريقة تخدم فكرة السعادة، وهي تعطي الفيتامين لتحقيق السعادة للإنسان. صحيح، هو فيتامين نفسي يعني أكثر وفكري يعني. يعني مثل ما كلنا نعرف أن السعادة هي مطلب وهي حاجة عند كل شخص، كل شخص منا يرغب بأن يكون إنسان سعيد. كيف ممكن نحول السعادة من مطلب إلى سلوك يومي ممارسة؟ ما هذا فكرة الكتاب مبنية على هذا المحور، هذا السؤال. كيف يحول السعادة من مطلب إلى سلوك؟ إذا الإنسان طبق السلوك الإسلامية والأداب الإسلامية كما طبقها النبي صلى الله عليه وسلم وكما طبقها الصحابة الكرام بطريقة ابتسامة وبطريقة سعادة وبطريقة يعني تجعل الدين سهل ويسر ودين بشارة ودين ابتسامة، إذا طبقت هذه الأداب والسلوك تتحول السعادة من مطلب إلى سلوك مطبق تسعد الإنسان وتحقق سعادة من حوله. نعم. إذا ما متكلم عن كتابة هذا الكتاب، يعني كم استغرق منك الوقت؟ لأن أكيد كتاب مثل هذا يستغرق يعني جهد كبير. صحيح. بحث. صحيح. عميق جدا، يعني خاصة أنك أنت بتدخل في تغيير المفاهيم عند أشخاص الناس كثيرين. صحيح. يعني فكيف بدأت عندك مسألة الكتاب والفترة اللي خذتها؟ صحيح. في الحقيقة أن مادة الكتاب بتختلف في استغراق الوقت من المادة نفسها، من مادة إلى أخرى، سواء رواية أو تأليف. صحيح. إسلامي أو دراسات إسلامية أو ثقافية وكده. والمادة الإسلامية بتمتاز تحتاج الوقت أكثر، لأن تحتاج إلى دقة وإخراج وتخريج ونوع المادة المعروضة على الساحة بطريقة يعني لا تجعل الناس تعرض عن الدين أو بطريقة هذه. فالكتاب هذا بدأت فكرته بمدة وجيزة مع فكرة إطلاق السعادة في دولة الإمارات. ما شاء الله. فنفسي بدأت في يعني الحافز الذي حفزني لتأليف الكتاب هي إطلاق فكرة السعادة وأول وزارة السعادة في العالم، فأحببت أن أنا أضع مادة إسلامية تخدم فكرة السعادة، فكنت يعني أسابق الزمن فيها والحمد لله أخرجت بهذه الصورة. نعم. واحنا طبعا اكيد يعني رشا ما شاء الله اندمجت في الكتاب. جميل جدا هذا التنوع. انا فعلا تخيلت انه ممكن حتى الام تبدا تقرا اكثر مثل يعني مثل هذه الكتب اللي فيها. صحيح. توجهات اخلاقيه لاطفالها، كل مره تعرفهم عن احنا نقول خصله من الخصال او الاخلاق اللي يركز عليها الدين الاسلامي. صحيح. اتوقع انه راح تجد الاثر الكبير في اطفالها. صحيح. صحيح. يعطيك الف عافيه. ممتاز. كل الشكر والتقدير لوجودك معنا، ساعدنا جدا يعني فضل. قبل ختام اللقاء اود ان اوجه كلمه شكر لثقافه بلا حدود ومبادره الف عنوان وعنوان. نعم. حيث اننا كثير ما وجدتهم متعاونين صراحه في معاونه المؤلف والناشر، فادعو كل المؤلفين ودور النشر للتعاون لإخراج لإثراء عام القراءة في شارقة العلم والثقافة. وأستأذنكم أن أهدي هذه النسخة لفريق العمل في إن شاء الله تعالى. شارقة تعالى. هذا تفضل. أنا للشرف. الله يكرمكم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، طبعا يشرفنا إحنا وجود الأستاذ محمد مهران توقيع هذا الكتاب لمؤسسة الشارقة للإعلام. ونختم مع الأستاذ، وأكيد ننتقل إلى زميلنا إسماعيل اللي متواجد في ركن من الأركان الجميلة في هذا المعرض، وراجع لكم بإذن الله تعالى.